ده كمان كان تكريم ليكو. ده تكريم من وزير الزراعه لينا. وزير الزراعه؟ طب كويس والله. دي كانت حاجه يعني حلوه لينا، يعني حسيتنا برضو بنجاحنا اكتر ان في حد مهتم بشغلنا. لو ثقتنا جوانا زادت فعلا، قلنا هنعمل احلى من كده. بس ده يديكم دافع بقى ان انتوا تحطوا اهداف كتير قوي قدامكم. زي ما بقول دلوقتي السي في بتاعكم موجود، يعني روح حديقه الحيوان وادي السي في البنات موجود، تكريم من الدوله، اهتمام الدوله كمان باي حاجه بتبقى بسيطه بتطلع من بنات لسه صغيرين في التخرج. دي كمان لازم نشيد بيها يا حسام، بالتاكيد انه اهتموا بيهم وانه شكروهم هم وكرموهم. يثقوا فينا واحنا طبعا. ان شاء الله هنقد الثقه دي، ان شاء الله هتبقوا قد الثقه دي. ومباراه ثانيه يا رب، يا رب هذه المبادره تستمر والعقليه تتغير وتتيح للشباب ينزلوا ينحتوا ويعملوا على الاقل يعملوا التماثيل اللي احنا كل اسبوع بنطلع بتمثال بق معروف. والله العظيم يعني غريبه كده.